وانا صغيره بستنى لحد ما ابقى لوحدي في البيت، اجيب السلم واتشعلق واطلع الجيتار من فوق الدولاب. كان كلاسيك الجيتار بائس فور سترينجز، ثلاثه منهم صغيرين. الجيتار بتاع دي مصدية برضه. عيل تاني عشان مش كفاية نادين واحدة، لا كتير. كان يوم زي الفل، كلمنا احنا مع بعض. ايوه. الو. بالظبط. تقريبا دي أول حاجة كلنا عملناها، أول مرة شفنا الجيتار في بيت حد. أنا كمان وأنا صغيرة بجيب السلم واتشعلق واطلع فوق الدولاب وطلع الجيتار كلاسيكال فوق وأقعد أعمل بيه أي أصوات. وأنا عندي 13 سنة، معلش، وأنا عندي 13 سنة عملت اتفاق مع بابايا إن أنا هاخد الجيتار ده بدل هدية العيد. وعشان بابايا شخص بروتكتيف شويه على حاجته، ما كانش اتفاق سهل قوي، بس في الاخر قدرت اقنعه. مش عارف اي حاجه. قعدت 4 شهور عشان اكتشف ان السترينج دي المصديه التعبانه دي محتاج تتغير. وان تقريبا مفيش اغاني كتير خالص اقدر العبها على فري سترينج مصديين. قعدت 4 شهور زيهم عشان اعرف ان دول مش زينه. وحصل لي زي اللي حصل للراجل ده. He did right, Crambo. Probably went according, he did right. كانش عندي توم اخد مني سترينج. بعد المرحله دي ابتديت اقلد اصوات المغنيين على سترينج واحد بس. بس عشان انا كنت بعب والجيتار كان اوف تيون فكانت بتطلع كارثيه. بعد المرحله دي برضه اكتشفت ان في حاجه اسمها كورد. الخطوط اللي بتطول دي هي السترينجز، والنقط دي هي الاماكن المفروض احط سباي فيها. بعد المرحله دي، في المرحله اللي انا كنت بحاول العب فيها اغاني، كنت بشوهها، كانش ليها اي علاقه بارض الواقع. بعد مرحله التشويه كان في تشويه عقل، اغاني ابتدت تبقى شبهها، ابتدت تبقى زيها. ودلوقتي اقدر امبروفايز، اقدر العب حاجه لوحدي. مره بالصدفه قاعده بقرا عن السايكولوجي واكتشفت ان اللي انا بعمله ده كان ليه اسم، ان هو مش كوزة او حظ او قدر، ان هو حاجه في ناس كتير قوي بتعملها هنا وبره. سيلف اديوكيشن. سيلف اديوكيشن هو التعليم في ابسط صوره. انت اللي قرر هتتعلم ايه، هتتعلمه امتى، وهتتعلمه ازاي. مفيش obligations، مفيش essays، مفيش grades او exams او حتى deadlines. طيب فين؟ basically internet is your best friend. على الانترنت هتلاقي resources كتير قوي زي platforms و websites، EDX، Udemy، Coursera، خان اكاديمي. على الويب سايت دي هتلاقي كورسز تقريبا كل حاجه. وغير دول في اي بوكس، في ريسيرش داتا بيزز، وفي ماجازينز اونلاين.
حتى في ابلكيشنز ممكن تنزلها على التليفون زي دي لينجو، ودي ابلكيشن بتعلم لغات بطريقه انتراكتيف وفن. طب بلاش دول، هارفرد وييل اثنين من اكبر جامعات في العالم عاملين اوبن كورس ورك على السايت بتاعتهم، في كورسز كل حاجه على السايت بتاعتهم. طب بلاش دول اوف لاين، دلوقتي حالا each and every one of you is self-learning. ان انت تيجوا ايفنت زي ده open for knowledge, open to learn things, this is self-education. A film discussion would be self-education. A conference would be work. طب بلاش دول، في طريقه اسمها trial and error. الطريقه دي انت بتجرب تعمل الحاجه كذا مره، ومع كل مره بتغير حاجه بسيطه قوي في البروسيجر اللي انت ماشي بيها. زي مثلا انك تاخد الكاميرا بتاعتك وتنزل تجرب في لايتنج كونديشنز مختلفه، فوكس مختلف، لغايه ما توصل للشوت اللي انت عايزه. ازاي؟ ورقه وقلم اكتبي معايا يا ست الكل. بس مفيش ورقه ولا قلم، مفيش لسه. مفيش ستبس او مانوال او ريسيبي او طريقه معينه للسلف اديوكيشن، دي احسن حاجه فيها. You can start باي طريقه انت عايزها. سلف اديوكيشن ملوش طريقه معينه، بس need two keys: passion and persistence. بالنسبه لي الباشن هي الحاجه اللي خلتني رايحه امتحان الانجليش مبسوطه وعارفه ان انا هستارت. هي الحاجه اللي بتخليني قاعده في الديزرت فيستيفال بال 12 ساعه من غير اكل ولا شرب، لمجرد ان انا مبسوطه فجسمي تجهز تماما للفيزيكال نيدز. فباشن از يور فيول. طيب بريزيستنس، اي لايك تو كول بريزيستنس العند الكويس. انت تحاول تاني وتفشل وتحاول برضه. افتكر اول مره مسكت فيها كيبورد وازاي كنت بتدور على حرف حرف. بس دلوقتي I'm pretty sure ان كل حد فينا ممكن يبعت تكست حالا وهو بصوت. Resistance leads to progress. بقالك شهرين بتحاول تستوعب الجرامر رولز بتاعت الجيرمان، مش عارف، كل مره بتعمل نفس الاسئله غلط. المفروض كمان سنه ونص تبقى في الجامعه اللي انت عايز تخشها في هامبورغ، بس انت في اللحظه دي مش عارف تستوعب الرولز. اتعصبت، تقفل الكتاب وترميه. ده البيك، where you make it or break it. في البيك انت مش بتكون طايق نفسك ولا طايق الحاجه اللي انت بتعملها، بيبقى عندك زيرو سيلف كونفيدنس، زيرو موتيفيشن ان انت تعمل اي حاجه. مفيش، تبقى في النقطه البيضاء دي قدامك خيار من الاثنين، يا اما هتقع من عندها وهتكون فعلا البيك بتاعك، يا اما هتتحول من بيك لمجرد نقطه بسيطه في الحاجه اللي انت بتعملها ويبقى في نقطه اعلى منها. البيك ملوش سيكريت فورمولا وملوش سيكريت ريسيبي، بس في هيلبنج تولز ممكن تساعدك. اول حاجه drop it. Take a break. You can't pour from an empty cup. لو انت مش قادر، لو انت you reach خلاص مش قادر تعمل الحاجه دي، drop it for now. تاني حاجة، افتكر انت بتعمل كده ليه؟ افتكر الجامعة اللي انت عايز تخشها او اللغة اللي انت عايز تتعلمها، حتى اللازانيا اللي انت عايز تطبخها. اخر حاجة documentation. اي progress توصل له مهما كان كبير او صغير، write about it، قولها voice note، اكتب عنها، عشان لما توصل لمرحلة البيك مش هينفعك ان انت تبص قدامك وتشوف الطريق اللي ما يخلصش، بس هينفعك ان انت تشوف اللي وراك، شوف اللي انت اوريدي عديته. انا عندي فيديوز قذره من ساعه كنت بلعب جيتار، انا لما بسمعها دلوقتي يعني it reminds me of how much I've grown. بس I still know ان لسه قدامي طريق طويل. حاجه كمان ودي تقريبا اهم حاجه، محدش يسمع فيكس يو بتاع فول بلاي، عشان اول لاين ده في البيك هيقتلكوا. لما كريس مارتن يقول when you try your best but you don't succeed، هتحس ان انت يعني مالكش لازمه زي بس بلاش بلاش فيكس يو.
person a bee? Pride. This is the closest I have ever come to pride. أنا ما كنتش طفلة العبقرية الواثقة اللي هتعلم إيه النهاردة. I wasn't that. خالص. خالص جدا. فأنا I never had pride. فبص على واحد متعلم في كورس كان بي يو. أبص على بنت تاخد مع تيوتر في بيتها وأحس إن أنا بالنسبة لها يعني بورس مثلا أو حاجة ملهاش أي لازمة. كنت ببقى في ميوزك سيركل والهوست أو الشخص يسأل مين هنا بيلعب جيتار أو مين عايز يبرفورم فبختفي. كنت بعمل جيتاري معاملة المخدرات. أول ما أشوف حد معدي من جنب أوضتي أبطل لعب. حد من صحابي يقول لي لعبنا حاجة فاملي جاذرينج ناس جايين لنا البيت كنت بخبيه وبستخبى أنا شخصيا. لأن أنا ما كانش عندي enough confidence إن أنا أعمل أي حاجة كان عندي الرعب إن أنا أغلط. كنت شايفة إن أنا عشان أنا سيلف تاوت إن أنا قليلة. ف remember to do it with pride. كون إن أنت تتعلم لوحدك دي مش معناها أبدا إن أنت أقل أو إن أنت أوحش بالعكس it's a pro. ف do it with pride. طيب ليه؟ من غير شغل اعلانات ليه بجد؟ ليه ممكن حد يمسك حاجة أو تسكراتش؟ تعالى. زمان كان في ولد صغير بيساعد جارته في إن هي توضب حاجات. فلقى في الحاجات اللي هي رمياها يوكليلي قديم بسترينج واحدة بس. الولد ده سألها لو ينفع ياخد اليوكليلي ده؟ and she said yes. خد اليوكليلي وبقى بيقلد أصوات مغنيين على السترينج الوحيد بس في اليوكليلي بتاعه. يوكليلي في جيتار في جيتار تاني في إلكتريك جيتار في نجاح في فشل في فشل في نجاح. الولد ده جيمي هندريكس. واحد من أعظم الجيتاريست تاريخ. والت ديزني was never taught cartooning. فريدا كالو واحدة من أشهر البينترز في الحياة عمرها ما خد الكورس. طب بلاش الناس الجامده دي. ممكن حد ممكن تشوفوه في النادي او في الباص او تاتش. الولد ده عنده 10 مليون فيوز عشان بيقلب الازازه يعني فليب اب تشالنج وعنده فيوز اكتر من المرات اللي انا يعني مثلا نفذت فيها في حياتي. طيب الولد ده هل هو راح ياخد كورس ذا فليب اب تشالنج كورس؟ هو عمل صاحبتنا الحلوه ترايل ايرور وقعد يجرب فينا لغايه لما جابها. الولد ده بيعرف يعمل الباطن في اي حته. بيعمل ازازتين على بعض، بيعمل على قفاه من ظهره من وشه في اي حته. الولد ده كسب ايه؟ كسب اكسبوجر وكسب ببليستي من ولا حاجه. من حاجه هو اتعلمها لوحده. طب زي ما الناس دي كلها عملت كارير اوت اوف سيلف اديوكيشن. ممكن العكس. ممكن حد يبعد عن كارير برضه بسبب السيلف اديوكيشن. من كذا شهر جالي كورس ترجمه، شغل ترجمه. فقلت ماشي اجرب يعني، مش عارف اي حاجه عن الترجمه. اخدت السامبل وقعدت اجرب فيها. في الاول بصراحه جربت انصب من جوجل ترانسليت بس طلع الموضوع مش هينجح فما عملتش كده. بعد كده جربت اترجم كلمه جمله جمله، المهم يعني بعت السامبل كنت مستنيه مثلا ايميل ريجكشن او حاجه. فالريبلاي كان بيرفكت. فانا بصيت للايميل كده اللي هو بيرفكت من ناحيه اتجاه بالظبط. بس الريبلاي كان بيرفكت فقلت ليه لا. بعد كده اشتغلت في الترجمه بس it took me 7 months to realize ان انا مش بحبها. وان انا كنت قاعده فيها بسبب 3 حاجات. كتير ان انا اسيبها وامشي، وبسبب ان انا كنت حاسه ان انا بعمل حاجه في حياتي، وبسبب ان I had a really good boss. ف self education بعدتني عن حاجه انا ممكن كنت اقضي وقتي بتعلم بشتغل فيها وانا عندي 30 سنه. يمكن خدتني 7 شهور دلوقتي بس it saved me a job I hate at the age of 26 or 30. طيب بره الكارير خالص. دايما في صراع اكبر من الاهلي والزمالك، اكبر من الشاورما والبيتزا، صراع
صراع the box وout of the box. Society دايما بيحب يحطك في البوكس. Culture, norms, formal education, كل حاجة بتحطك جوه البوكس. تكبر شوية, people start telling you, step out of the box, get out of the box. Self-education breaks that box. ازاي عشان when you can learn, okay, think of it. حد يقدر يتعلم أي حاجة. حد عارف إن هو لو عايز يتعلم astrophysics, be it. Chemical engineering, be it. Whatever, be it. لو حد عارف إن هو يقدر يتعلم, when he acknowledges the fact that he does have the ability to learn whatever he wants, what can stop him? He can become anything. بتلغي الباوندريز, بتلغي الليميتس, خلي الشخص ليميتس وباوندريز ودايفيرس. Self-education مش شرط تكون لغة أو سكيل أو حاجة كبيرة. Self-education هو إزاي أنت اتعلمت تستعمل فيسبوك, أو إزاي لما في بانا لزقت في التيشيرت شفت عجول إزاي تشيلها بسرعة بدل ما حد يهزقك. This is self-education. فإت بيكمز لايفستايل, يعودك إن أنت تعتمد على نفسك وتدور على answers even if you can't find one. زمان ما كانش عندنا جامعات او مدارس او formal education, ما كانش عندنا انترنت obviously. كنا بنحاول ونجرب وبنفشل. راجل جاب بطاطس وحطها في زيت سخن, فرنش فرايز. People used to discover. كان عندنا الارج ان احنا نلاقي knowledge. دلوقتي اللي احنا بنعمله بالظبط زي اللي كل حد فينا بيعمله في البيت كل يوم. كنا على كنبه وريموت كنترول اهو, بس انت مش قادر تسترتش اوت ذس ليتل بيت عشان تجيبه. فبتفضل تتفرج على عبد البطانيه السوبر لوكس ال 29 جنيه زائد زي الشحن, مجرد انت مكسل تجيب ريموت. ده بالظبط اللي احنا بنعمله. ساتل فور لس, تعلم حاجه ما بتحبهاش في جامعه دخلتها بالعافيه او دخلتها عشان دي اللي جابها السكور بتاعك. When you can learn what you love. فليه ما نبطلش؟ since we have all the resources, ليه ما نبطلش انتخب؟ ليه ما نبطلش كسل؟ ليه لو حد بيحب حاجة يتعلمها؟ ليه ما بنجربش ونحاول ونفشل وننجح ونفشل تاني؟ ليه خسرنا الفضول بتاعنا؟ ليه بدل ما نسأل why ما نسألش why not؟